ماركي لي كومبا تاع الكل دبر زينيتي حنا قديم ديالو قبل كي دير الطعام لقاح من واش تشوف اخي خياك تشوف امر مخزي بالنسبه لولايه ستيف ثاني بوبيلاسيون بعد العاصمه عندنا نقطه بيع واحده في ستيف والله شيء مؤسف يعني للغايه في ظل انتشار الوباء والمرض وهاك تشوف نقطة بيع واحدة وشوف مساكن الناس كيف يصبحوا اللي خلى خدمته اللي خلى شغاله على جال بيع ثاني كتاب مدرسي 6 تاع الصباح من 6 هاي دوكا يقريب 11 شوف قدام الزالو قدامنا شوف قدام راهم ورانا تخلي كلش على جال بيع ثاني كتاب ولا زول هذه هي هاك تسمى كما نقولوا الوضع هاك تشوف فيه مباشرة يعني ماشي قال واحد كانوا يبيعوا في المدارس وفي المؤسسات ليه يعني درك هذا الراي هذا شكون اللي داروا سما داروها بالذما تسمى عراقيل هذه هي عراقيل بين عراقيل في المؤسسات ما تلقاش هكذا الغاشي هكذا كان تمشي عادي اي تلميذ يروح يدي الدراهم تاعو معاه يجيب الكتب تاعو درك بطل خادمتك سمانة ولا ثلاث ايام وانت دير لاشين وبكر لا الفوضى هذه اللي راهم دايرينها لا ما يسربيوش في الاقسام تاعهم في المدارس كيما بكري نورمال وذاك على يعني الفوضى الناس هي مساكن كل واحد عندنا مشاكل كل واحد في مجلس علاه مدهم في شكاين في المدارس مدهم في المدارس هذا مكان نورمال والله غير عادي يمدهم في المدارس على يديروا في المشاكل هذه لا كانوا قادرين يديروا تاع البريمير وحدهم تاع السكون وحدهم ثانوي وحدهم هما جمعوا كل الاطوار في بلاصه فريده كل بلديه يديروا لها البون دو فون تاعها علاه يعني ضامنينهم كل هنا علاه هاو لهنا بارتو من ولايه ستيف كامل علاه يعني علاه يوم كل واحد يديروا له في البون دو فون في البلديه تاعو ويدي نورمال ليه الحشر المشاكل هذه علاه قلت لك بالنسبه للمكاتب اللي راهي برا ماكس يجين على الناس يديو له كتب وكل اللي محتاج كتاب لازم يشري 10 ولازم يشري عليه لي زافير عليه هذه بضره الناس باه تجي هنا كما قال لك خونا يجي يسمى واحد من صالح باي واحد من قلال واحد من بوقع واحد من عيله كبيره او ما يديروا في الدوائر ما قلناش بلديات هما دوائر وما با النظام هنا ما كانش مع من تهضر ولا كون يجي واحد عقون باه يسقسي ما يقدرش يسقسي مع من راه يهضر المكتبات تروح ما يقول لك ما كانش يقول لك ادوار واحد العشوار واحد فهمت والسعر ما نهدروش عليه السعر هاو كيما راكم تقراو فيه السعر ما نهدروش مكتبات السعر غالي كاين اللي راهو يبيع فيها بالسعر هذا اللي راك تشوف فيه وكاين اللي راهو زايد في السعر مش كيف كيف سعر مش مطابق تماما سعر زايد توفر كتاب تروح للمكاتب هذو اللي راهم المكاتب ما كانش وما يبيعلكش كيما تحب انت يقول لك نعطيك المجموعه كامله انت اللي عاد خاصك كتاب يقول لك تديها كيما راهي ما تقدرش لازم تولي تحتمت الناس تجي له غير كيسي فريد هذا مكان هاي امه يدخلوا ب 20 نص نهار يجيبوا به نص نهار كيسي واحد الكيسي يحكم مع واحد بك يحكم معاه نص ساعه باش يسلك